الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية قضاء الحاجة في المسجد في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. في المنام تدل رؤية الدخول للمسجد لقضاء الحاجة ولم يصلي فيه دليل على أنه شخصا انتهازي يستغل الدين والمساجد لصالحه، والله أعلم. رؤية التبول في المسجد وقضاء الحاجة فيه دليل على إنجابه ولد صالح يكون بر به وبأهله. عندما يرى الشخص بأنه يتبول في محراب المسجد بالمنام دليل على إنجابه لولد يدرس العلم الشرعي ويكون عالما مهما، والله أعلم. الحلم بوجود البراز على الملابس في المنام تدل على مرور بعض المشاكل والخسائر المادية التي لا يستطيع التخلص منها في وقت قريب. الحلم بقضاء الحاجة في مكان غير معروف دليل على إنفاقه من مال حرام دون معرفته بهذا الأمر، ويجب عليه التحري حول هذا المال، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. عندما يرى الشخص بأنه يقضي حاجته في مكان غير مكشوف بالمنام يدل أنه شخصا محسن يسعى في قضاء حاجة الناس، والله أعلم. في المنام تدل رؤية قضاء الحاجة على شاطئ البحر على شفائه من الأمراض وتحسن صحته. رؤية قضاء الحاجة في الأسواق بالمنام دليل على فضيحة كبيرة تحدث له أو تعرضه لخسارة كبيرة، والله أعلم. رؤية قضاء الحاجة في الملاعب بالمنام دليل على كثرة الرأي ومعاصيه وعليه التوبة من ذلك. المرأة المتزوجة التي ترى بأنها تقضي حاجتها على الأرض في المنام إشارة إلى سماعها للأخبار السارة والسعيدة بعد فترة صعبة مليئة بالمشاكل، والله أعلم. في المنام تشير رؤية قضاء الحاجة في مكان عام أمام الناس على خسارة كبيرة يتعرض لها الرأي أو فضيحة أمام الناس. رؤية قضاء الحاجة في مكان عالي ومرتفع كالجبال في المنام تحذير للرأي من خموله وأنه بحاجة إلى بذل المزيد من المجهود حتى يحصل على ما يتمناه ويرغب به. رؤية قضاء الشخص حاجته في الماء بالمنام دليل على خسارته لكثير من الأموال وأنه سيتعرض للإفلاس الفترة القادمة، والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا قبل النوم، وأيضا لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.